أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من قضية اليوم. انتهى أمس 9 مساء بتوقيت القاهرة الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي استمر يومين متتاليين، وستعلن النتيجة الرسمية من قبل اللجنة العليا للاستفتاء بعد 72 ساعة من إغلاق لجان الاقتراع. في هذه الحلقة نخصصها لآرائكم وأيضا لمعرفة هل صوتتم بنعم أم لا أم قاطعتم ولماذا، وما توقعاتكم فيما يتعلق بالنتيجة. نبدأ مع دكتور محمد من الرياض، تفضل. دكتور محمد، طيب. أستاذة شيماء من الجيزة، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذة سارة، تحية ليكي وللقناة والقائمين عليها كلهم. شكرا، تفضلي. تحية لحياد القناة، وإن كان فيه ظلم لطالب الحرية في أصحاب القضايا الحرة، في حيادكم فيه ظلم ليهم، ولكنه حياد مقبول على أي حال، لأن احنا بنقبل إن احنا نسمع الرأي الآخر حتى وإن كان فيه ظلم لينا. بالنسبة للاستفتاء، بنعم أو بلا أو مقاطعة، أكيد المقاطعة، الصورة معبرة تماما، والحدث يعبر عن الحادث من فشل إلى فشل، وإن شاء الله دايما. لو مبدأ التعبير عن الرأي موجود من أساسه، ليش شوارع في مصر سكنات عسكرية؟ السكنات العسكرية دي في انتظار حد يقول نعم، ولا في انتظار حد يقول لا، ولا في انتظار حد مقاطع؟ دي نتيجة جاهزة من قبل أصلا ما يحاولوا يعملوا استفتاء. هما بيتكلموا في ايه؟ عن اي نتيجة يتحدثون، واي نتيجة تنتظرون؟ نتيجة معلومة من قبل ما تبتدي. الدبابات والمدرعات والجنود في الشوارع بيعملوا ايه؟ بيرهبوا اللي عايز يقول نعم قبل. طيب يا أستاذة شيماء، كيف كان الاقبال على التصويت في المنطقة اللي حضرتك ساكنة فيها؟ الاقبال صفر، الاقبال صفر. الارهاب شمل الكل، شمل حتى اللي عايز يقول نعم. أنا حضرتك ساكنة شعبية. فين يا أستاذة شيماء؟ أنا ساكنة في منطقة نائية من مناطق الجيزة، أنا في منطقة بعيدة تماما عن المدن، ومع ذلك عندي سكنات عسكرية، عندي دبابة وعندي طيارة وعندي مدرعة وعندي جندي بيشهر سلاحه في وش الرايح والجاي. إحنا جنبنا ناهية سمعنا إن فيها حاجة، إن فيها شهداء وفيها. تفتكري الناس دي هتخرج؟ أنا من الجيزة، أنا من ضواحي الجيزة. طيب ايه الفرق بين الاستفتاء على الدستور اللي تم امس واول امس والاستفتاء بتاع 2012 في المنطقه اللي حضرتك ساكنه فيها؟ لو تعقد لنا مقارنه من حيث الاقبال وكده. الفرق بين السماء والارض، الفرق بينهم بين السماء والارض، الفرق بين جندي كان جاي يامنني علشان اروح اقول رايي واعبر عنه بصراحه، ولجنه فرز في انتظاري، قاضي قاعد على الصندوق ومندوب قاعد فوق الصندوق، اخر اليوم هيستلم النتيجه وهيعلن لي وانا واقفه على باب اللجنه ويقول لي النتيجه كان كذا قالوا او كذا قالوا لا او كذا صوت باطي. دي نتيجه 2012، وجندي واقف بيامنني وانا بقول لا او بقول اه، وبيامن الصندوق وبيامن الراي اللي فيه لحد ما يطلع بالسلام. مولود شرعي ده، كان احنا كنا في انتظار مولود شرعي وقتها، انما ده حمل سفاح، انما ده حمل سفاح ومولود غير شرعي. الدبابه بتحرسه والعسكري بيشهر المسدس في وش اللي هيقول لا، اللي عنده نيه اصلا يقول رايه في الشارع، في ضده عمر. طيب استاذه شيماء، حضرتك قطعتي، هتستفيدوا ايه من مقاطعتكم للاستفتاء؟ المجتمع الدولي يعرف ان دول لا شرعيه لهم، لا وجود لهم من الاساس. لازم المجتمع الدولي، ازاي المجتمع الدولي هيعرف والنتيجه هتطلع؟ يعني النتيجه مش في نتيجه، سين من الاصوات، سين صاد منهم حضر وعين منهم غاب. هو لو صاد دي ما كانتش تكمل ان شعب قال رايه، يبقى ايه قيمه الاستفتاء من اساسه؟ لما يبقى عندك 52 مليون مصوت وطلع لك 2 مليون، يبقى انت عملتي ايه اصلا؟ يبقى فين الاستفتاء على ارض الواقع اصلا؟ لما يبقى الشعب مش معترف بيك استفتاء وما خرجش قال رايه فيه، مش هي دي المقاطعه؟ انا ما خرجتش من اساسه اقول رايي على حاجه، انا ما بعترفش بوجودها من اصله. طيب ما بني شكرا على يا استاذه شيماء، والحياديه لا تظلم احد، واجبنا هو ان نقدم الراي والراي الاخر، والمشاهد هو الحكم في نهايه المطاف. شكرا جزيلا لك استاذه شيماء، كنت معنا من الجيزه. معنا الان
أستاذ عمار من الجيزة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أستاذ عمار لو عليكم. أيوة يا فندم. تسمعني من الهاتف، هل شاركت في أيوة يا الاستفتاء؟ فندم. أيوة يا فندم. أيوة حضرتك. أنا لا ما شاركتش في الاستفتاء طبعا. وإزاي حضرتك أنا أشارك في الاستفتاء؟ قطعت ما يعني؟ ينفعش. إيه؟ قطعت؟ أيوة حضرتك. ليه؟ أيوة قطعت. قطعت زي الكثير من أهل بلدتي. أنا من ناحية سعادتك، أنا من ناحية، وحضرتك دلوقتي إزاي أنا أنزل استفتاء؟ هو في استفتاء أصلاً؟ فين الاستفتاء؟ عندك دلوقتي حضرتك، أنا عندي 68 ألف بوست في دايرة ناهية وكرداسة. طيب معايا لو حضرتك؟ تعرفنا الوضع عندكم في ناهية. يا سيدتي الفاضلة، الوضع عندي في ناهية دلوقتي. أنا في اليومين بتوع الاستفتاء كانوا أمر يومين في ناهية، مروا في حياتنا وفي تاريخنا، احنا ما شفناش العذاب ده قبل كده. ليه؟ ليه الجحيم اللي بيصب علينا؟ احنا نخدم طلب بالشرعيه. يا سيدي الفاضله، انا يكفيني ان انا اقول لحضرتك ان انا دلوقتي اليومين اللي عدوا عليا اثناء يوم الثلاث والاربعاء، انا سقط من عندي ثلاث شهداء او اربع شهداء يا فندم. عند حضرتك عاطف الحلفاوي عليه رحمه الله، وعند حضرتك حسني العقباوي عليه رحمه الله، عند حضرتك وليد احمد الشيني عليه رحمه الله، وعند حضرتك في طفل ثالث واخد اصابه في الفك ومات بمستشفى الهرم. حضرتك اي استفتاء هذا اللي يجي على دماء الناس؟ اي استفتاء حضرتك اللي يجي على دماء الاطفال وعلى دماء الرجال وعلى دماء النساء وعلى دماء طيب كل طيب اهل يا استاذ القرية؟ عمار هتستفيد ايه من المقاطعه؟ يا سيدتي الفاضلة، أستفيد إن أنا يكفي إن أنا أحترم نفسي أولا وآخرا، ولا أعترف بدستور جاء سفاحا لا شرعية له، والدليل على ذلك يا سيدتي الفاضلة عليك أن تعلمي. طيب لو من مر هذا الدستور وجاءت النتيجة بنعم وتم بدأ العمل به، بتقولي إيه حضرتك؟ لو تم تمرير الدستور والنتيجة جت بنعم وبدأ العمل بالدستور الجديد، مقاطعين يا فندم ومستمرين يا فندم، مدافعين عن الشرعيه يا فندم. لا حياه لنا، لا حياه لنا ان جاء اشباه مبارك، رحل مبارك وسياتي من بعده الف مبارك، ان كان بشفيق، ان كان بالسيسي، ان كان في محمد ابراهيم، هم رجال مبارك وهم اتباعه. يا سيدتي نحن نبحث عن حريتنا، سندفع ثمنها وان كان سندفع ثمن حريتنا وان كان حياتنا، سنضحي يا سيدتي الفاضله. ولكني اود ان اوضح معلومه صغيره يا سيدتي الفاضله. احب اقول لحضرتك ان الجيش والشرطه ادعوا كذبا ان الاهالي كانوا بيطلقوا عليهم الاحيره الناريه. اقدر لحضرتك مفاجاه ما تظهرش غير من الجزيره فقط، منبر الحريه، منبر الاعلام الحر، منبر الكرامه. اود ان انا اقول لحضرتك ان الاصابه اللي حصلت للجندي اللي كان كائن في المدرسه التجاريه بناهيه، الاصابه جايه له في مشط رجليه بطلق ناري. العسكري نسي امن السلاح بتاعه. اود ان اطالب، اود وانا دلوقتي بطالب القوات المسلحه اللي كانت قايمه بالتامين انها تقول لي الجندي اللي كان في المدرسه التجاريه الاصابه اللي جات له دي جات له شهاده على مسؤوليه حضرتك يا استاذ عمار. ايوه يا يا فندم، يا فندم الشهاده على مسؤوليه، ايوه يا فندم على مسؤوليتي. حصل ان الاصابه اللي موجوده في الجندي جت في مشط رجليه. انا اودي يعني انا عايز عقل يا فندم. احنا خلاص اصبحنا دلوقتي في دوله اللا منطق ودوله اللا عقل. انا دلوقتي يا فندم بقيت قاعد، اول حاجه اتفاجئت ان الاصابه اللي جت في رجل الجندي جايه في رجليه في مشط رجليه. منين جات له؟ ازاي انا من الاهالي وانا اصول وانا معايا سلاح؟ ازاي يا فندم؟ احنا لم نحمل السلاح ولا نستطيع ان نحمل السلاح في وجه الشرطه ولا في وجه الجيش. يا فندم دول اهالينا، ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي بيحدث الفتنه دي البلد بتضيع. واخرا واخرا اود اوضح لحضرتك اخر جزئيتين بس. الجزئيه الاولى المراسله المحترمه اللي كانت مع الفنانه لميس الحديدي اللي بتقول لها ان الجيش والشرطه هم من اطلقوا الاعيره الناريه على الاهالي، قعدت لميس الحديدي تؤكد عليها. انت قصدك مين؟ الاهالي هم اللي اطلقوا؟ قالت لها لا الجيش والشرطه. قالت لها طب شكرا يا فندم، انت الظاهر عليك انت مش قادره تميزي ما بين الرصاص الحي والرصاص الخرطوش. فيا فندم ده وخير يعني وخير شهاده. شكرا استاذ عمار، وضحت فكرتك، شكرا جزيلا، كنت معنا من الجيزه. حتى نعطي المجال لبقيه المشاركين معنا، الان دكتور عبد الناصر من سلطنه عمان. طيب الاتصال غير جاهز بعد. إذا مشاهدينا الكرام ما زلنا نتلقى اتصالاتكم وآرائكم.
حول موضوع اليوم، هو الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي انتهى مساء أمس في 9 مساء. النتيجة الرسمية ستعلن خلال 72 الساعة بعد الإغلاق صناديق الاقتراع أمس 9 مساء، وأصدرت منظمات حقوقية عدة تقارير حول متابعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية. المجلس القومي لحقوق الإنسان قال بأنه تلقى أكثر من 360 شكوى خلال يومي التصويت، وأنه رصد العديد من حالات منع المراقبين والصحفيين الحاصلين على تصريحات من اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء من متابعة عملية التصويت. واعتبر المجلس أنه التأثير على إرادة الناخبين كان سمة الاستفتاء قبل بدء عملية التصويت وأثناؤه. معنا الآن أستاذ أحمد من القليوبية، تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. في بداية الأمر بنحب نشكر قناة الجزيرة على الحياد والدستور، وثيقة هل شاركت يا أستاذ أحمد أولاً في الاستفتاء؟ لا، ما شاركتش، أنا مقاطع. ليه؟ مقاطع لأن دي مش دستور جه على دماء الشهداء اللي ماتوا في رابعة والنهضة واللي لسه بيموتوا، ما زالوا بيموتوا في الشوارع. ازاي ابوس ايدي بدم اخويا ولا دم ابن عمي؟ ازاي اشارك في دستور يعني بيقيد الحريات؟ الدستور ده اللي كتبه ايديه ملوث بالدماء، ايديهم ملوثه بالدماء. في ناس شايفه انه المقاطعه دي هتتسبب في انه الدستور يمرر. لا لا لا، على الاقل لو كنت نزلت صوتت بلا كانت النتيجه بتاعت لها تكون عاليه، ممكن لا تفوق كمان شرعية. نعم، انا ما ادلهمش شرعيه، انا عايز اعرف اعرفهم بس حجمهم في الشارع. هم قالوا 33 مليون نزلوا في ثوره 30 في الانقلاب في يوم 30 يوليو. انا عايز اعرفهم بس اعرفهم حجمهم في الشارع قد ايه. هم قالوا 33 مليون، يعني من المفترض بالكثير قوي 20 مليون ينزلوا يصوتوا يقولوا نعم على الدستور. فهم لما احنا نقاطع هيعرفوا هم حجمهم في الشارع، حجمهم قد ايه في الشارع هم. طب وانتوا هتستفيدوا ايه من المقاطعه؟ هنستفيد ان احنا خدمه شرعيه يعني قدام الغرب وقدام الدول اللي بتدعم الانقلاب، ان هم اقليه واحنا الاكثريه. الشارع ما مش هيبين حاجه، الشارع هم عملوا فوتوشوب للصوره وقالوا احنا نزلنا ب 33 مليون وطلع جوجل كذبهم. طيب يا استاذ احمد، مجلس الوزراء بيقول بانه ضعف الإقبال كان سببه زيادة عدد اللجان الفرعية عن استفتاء 2012. لا لا لا، ده الكلام ده غير صحيح خالص بالمرة. الأستاذ لميس الحديدي قالت احنا عندنا صور، وفي صور وطلعت صور فيها لجنة فيها 2 ولجنة فيها 5 عشان تطلع تكذب الجزيرة. كذبت نفسها هي، يعني عشان تكذب الجزيرة كذبت نفسها هي بنفسها. يعني ربنا بيظهر حق على لسانهم هم مش لساننا احنا. طيب يا أستاذ أحمد، الإقبال على التصويت في منطقتك كان شكله إيه؟ ضعيف جدا، ضعيف جدا، خلاف 2012. 2012 كان بكثافة، اللي إحنا كنا بنشوف طابور مثلا ما بيعديش ال 100 وبيوقف. طب يعني هل بالفعل عدد اللجان زاد في استفتاء 2014 مقارنة ب 2012؟ لا ما زادش طبعا، عدد قليل جدا جدا كمان. أنا بتكلم على منطقة حضرتك. ما انا بقول لك العدد قليل جدا في الاستفتاء ده، الاستفتاء على وثيقه الدستور ال 50. يعني كم عدد اللجان في المنطقه اللي حضرتك ساكن فيها او المحافظه؟ انا ساكن في قريه. كم عدد اللجان؟ قريه تابعه لمركز سوخ، 4 لجان في 4 مدارس، قريه صغيره تعدادها لا يقل عن 13,000 صوت. في 2012 كانوا 4 برضو؟ كانوا 4 لجان بس، لا زادت 5، الاستفتاء دي زاد 5، خلاها 5 لجان في 5 مدارس. طيب اذا كلام مجلس الوزراء الصحيح بانه عدد اللجان الفرعيه زادت بس ما فيش اقبال، يعني اللجنه الزياده ديت ما فيهاش حد خالص، يعني ممكن 3 هم. طيب ده هو مجلس الوزراء بيقول انه الاعداد، اعداد اللجان الفرعيه لما زادت ده تسبب في انه الاقبال قل، انه طبعا لا 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 المواطنين بيتوزعوا عليهم فالعدد بيقل. لا لا لا، اللجان زي اللجان هي زادت لجنه فعلا، بس الاقبال كان في كله منخفض، يعني على مدار اليومين الاثنين ما فيش حد، يعني استعداد احنا 13,000 ما نزلش مثلا على 800 مصوت للدستور ده.
شكرا منهم جزيلا من قال لا ومنهم من أستاذ قال نعم. أحمد من القلوبية، حتى نعطي المجال لبقية المشاركين. معنا الآن أستاذ آدم من القاهرة، تفضل. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك، تفضل. الاستفتاء كان هناك كما هو الحال في مصر، أي مراقب للاستفتاء يتأكد أن الانقسام هو الذي أصبح حال الوضع المصري. الاستفتاء يؤكد على ذلك. الحقائق يتم لوي الحقائق على الأرض. ما نشاهده هو شاركت يا أستاذ آدم ولا لا؟ لا، ما كنت بطبيعة عملي كنت مراقب لعملية الاستفتاء بشكل عام، ومررت على عدد كبير من اللجان وشاهدت. طبيعة عملك اللي هي ايه؟ أنا أعمل صحفي. صحفي؟ أيوه. طيب هل استطعت تغطية الاستفتاء؟ بالطبع الاستفتاء كان توقيته من أصعب ما يكون على أرض الواقع. كان هناك حظر الاستخدام، كان هناك حظر للتوسع في إعطاء التصريح للرقابة. الرقابة كانت تعطى لجهات معينة. كان هناك حصلت على تصريح ولا ما حصلتش يا أستاذ آدم؟ شخصيا لم أستطع أحصل على تصريح برغم تقديم المؤسسة الأوراق الرسمية فيما يخص هذا الأمر، ورفضت واللجنة العليا للانتخابات لم تعطيها إلا لمؤسسات معينة بالاسم، وكانت تعطي يعني بطريقة مختلفة تماما. كانت في الماضي يتم إعطاء التصريح بأسماء الصحفيين كلا وفق اسمه، ويتم تعليق اسم الصحفي وصورته على البطاقه. المجلس القومي لحقوق الانسان بيقول ان في صحفيين حصلوا على التصريحات وما تمكنوش من متابعه عمليه التصويت، هل هذا صحيح؟ ده صحيح يا فندم، كان هناك حاله من الترقب. و طب ايه الممرض من منعهم يا استاذ ادم؟ يعني اتقال لهم ايه؟ هناك هدف اساسي وهو منع تغطية الوقائع اللي كانت تحصل على الأرض. كان هناك في حشد في اليوم الأول، أقصى ما تم حشده كان في اليوم الأول من قبل مؤيدي النظام 30/6، سواء من الأخبار أو سواء من أعضاء الحزب الوطني الذين قاموا بحشد كبير في هذا الأمر. ولكن بعد ذلك اتضح الأمر، وكانت اللجان شبه خاوية. نحن نتحدث عن لجان لم على مدار اليوم بأكمله لم يدخل أكثر من 100 مصوت في اليوم الثاني. كانت أرقام هزيلة، وكانت هناك شبه عزوف كامل عن الاستفتاء. شكرا يا أستاذ آدم من القاهرة، وعذرا عن مقاطعة أيضا حتى نعطي المجال لبقية المشاركين. معنا الآن أستاذ أنور من الشرقية، تفضل. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام، تفضل. لو سمحت يا فندم اديني فرصتي بعد اذنك اتكلم. طبعا اتفضل. طيب يا استاذه ساره، انا من بلد من قريه اسمها العسليه في محافظه الشرقيه. كانوا بيفرقوا لحمه اول حاجه للناس علشان يصوتوا بنعم. احنا دلوقتي مقاطعين الانتخابات وعندنا في البيت ما حدش راح، والعيله كلها ما حدش راح. طبعا احنا لو رحنا قلنا لا هتيجي بنعم، هتيجي بنعم، هتتزور بنعم، فاحنا قطعنا. ومكبرات الصوت اللي في المساجد عندنا قال لك ابني مش هينزل يصوت، هياخد 15 سنه. طبعا احنا في قريه ارياف الناس خافت نزلت صوتت، اللي قال لا طبعا هتبقى نعم. يعني في ناس كتير معترضه عن الدكتور دوت، اللي قال لا هتبقى نعم، واحنا ما صوتناش. في نداء لما في نداء عبر قناه الجزيره اللي هي ما بتقولش الا الحقيقه، عاوز اوجهه الامير قطر والرئيس وزراء تركيا طيب اردوغان دي استاذه ساره. ممكن؟ لا انا عفوا، انا ما كنت ما سمعتكش كويس يا استاذ انور. طيب يا استاذه ساره، انا رئيس امير قطر، انا لا مؤاخذه عاوز الجا الى قطر او الجا الى تركيا، انا وابني وعيالي، لان احنا تعرضنا احنا حاولنا الانتحار 3 مرات قبل كده يا استاذه ساره. تعرضتم لايه؟ لان احنا تعرضتم على الفيسبوك تعرضتم لاضطهاد؟ يا استاذ انور انا مش عارفه اسمعك كويس، بتقول تعرضتم لايه؟ الاضطهاد؟ نعم. من مين؟ ايه اللي حصل معاكم؟ يا انا عاوز حاجه من اللي انا شايفه من الظلم دوت، ده احنا في احتلال،
ده مش ده لو احتلال مش هيعمل فينا كده. الدماء ده هي حرام. رسالتك وصلت يا أستاذ أنور، شكرا جزيلا، كنت معنا من الشرقية. وطبعا مشاهدينا الكرام، كل روايات المشاهدين والمشاركين معنا هي على مسؤوليتهم الشخصية حول بطبع مجريات الاستفتاء على التعديلات الدستورية أمس وأول أمس. معنا الآن أستاذ معتز من الإمارات، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. يعني بعد إذنك بس أنا عايز أسأل سؤال، لو الانتخابات دي مزوره وريت تديني فرصه للاخر، يعني محدش يقفل عليا، لو الانتخابات دي مزوره فهيبقى الجيش والشرطه والقضاء والاعلام هم مشاركين في التزوير، مظبوط؟ ومعاهم قول 20 مليون من الشعب، طب ما كده فاضل مين؟ مش فاهمه قصد حضرتك، اتفضل. يعني مع احترامي ليكوا، دلوقتي لو الجيش والشرطه والاعلام والقضاء حابين الانقلاب ومعاهم 20 مليون طيب او 30 طيب مليون، طيب استاذ معتز، حضرتك شاركت، حضرتك شاركت الانقلاب. تمام، وجهه نظرك. طيب حضرتك شاركت في الاستفتاء؟ شاركت من الامارات. شاركت بايه؟ بنعم. بنعم، طيب ليه؟ ليه؟ انا الدستور لما تقريه لان ده اول دستور بيحط لمصر اجنده وخريطه يمشي عليها اي رئيس مهما كان، مفيش حد خلاص بقى فوق القانون، لا رئيس جمهوريه ولا رئيس وزراء ولا رئيس مجلس الشعب ولا اي حد. طيب دلوقتي انت ايه رايك في نسبه الاقبال على التصويت في الاستفتاء، استفتاء 2014 مقارنه ب 2012؟ والله انا اقول لحضرتك حاجه، اللجان اللي كنت بتجيبوها انا ما اعرفش هي فين اساسا. يعني حضرتك اكيد عارف، حضرتك اكيد عارف ان احنا ممنوعين من نقل الحدث في مصر. يعني احنا لو الان نقدر نغطي من مصر كنا غطينا، زي ما غطينا كل الاستحقاقات الانتخابيه السابقه. نعمل ايه طيب؟ اشمعنى بتعرفوا تغطوا المظاهرات؟ تبقى في حتت نائيه، ما اعرفش فين، في اسيوط، كورداتا، ما بتغطوش ليه طيب في اسكندريه العدد اللي كان واقف في الانتخابات؟ أنا قلت لحضرتك إحنا ممنوعين من تغطية الاستفتاء، نغطيه إزاي طيب؟ إحنا اللي يعني اللي قدمنا عليه عملناه. يعني أنتوا ممنوعين من تغطية الاستفتاء لكم بتغطية المظاهرات؟ نعم؟ يعني أنتوا ممنوعين من تغطية الاستفتاء ومسموح لكم بتغطية المظاهرات؟ تغطية المظاهرات هذه من يعني متطوعين والمشاركين يرسلوها لنا، لماذا أيضا الطرف الآخر، الطرف الآخر منعنا مش بيبعت لنا، نعمل له إيه طيب؟ يعني ما كانش في واحد، احنا الان عايزين نغطي للطرفين، خلاص احنا عايزين نغطي للطرفين الموجودين في مصر، في طرف بيبعت لنا وفي طرف مش منعنا، نعمل ايه طيب الان؟ مين اللي منعكم؟ الشعب، السلطات. اكيد حضرتك عارف ان لينا خمس زملاء معتقلين في مصر الان. تمام، ابعتوا واحد من اللي قال لا يصور بلاش، انقلوا من القنوات الثانيه، نقلنا فعلا من التلفزيون المصري، اكيد ما تابعتناش كويس، نقلنا اكيد. طيب طيب يعني حضرتك احنا سعداء بمشاركتك معانا، حياتك عايز تضيف اي حاجه ثانيه؟ استاذ معتز، فقدنا الاتصال بمعتز من الامارات. معنا الان فرج من السعوديه، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. دلوقتي انا نفسي الشعب المصري، الحكومة المصرية كلها، يطلع منها رجل رشيد بحيث ان هو يوفق الناس دي مع بعض ويقعدوا على طاولة واحدة ويطلعوا في الاخر بقرار يحمي الدماء اللي بتحصل كل يوم على الارض. الدماء بتراق كل يوم، كل يوم دماء، كل يوم هنعيش لغاية امتى بهذه الدماء؟ الدستور اللي بيعملوه ده ملوش اي قيمة في ظل هذه الظروف اللي احنا عايشين فيها، ليست ظروف الدستور اطلاقا. ظروف الدستور لابد نكون فيها حاله من الاستقرار في البلد، كل الناس بتشارك، اللي عايز يقول لا يقول لا، اللي عايز يقول يقول لكن اللي يحصل قدامنا ده دي مهزله في التاريخ كله هيشهد بيها، مهزله من القائمين على الحكم دلوقتي ان هم عايزين يمرروا باي وسيله، لان دي بتعتبر الدستور، يعني عايزين يمرروا باي وسيله، لان دي تعتبر بالنسبه لهم مساله حياه او موت، لان لو صيت الدستور ده. لكن في ناس يا استاذ،
في ناس يا استاذ فرج نزلت تصوت بنعم واعداد مش قليله، ما نقدرش نتجاهلها. وكان معنا حتى مشارك قبل حضرتك مقتنع جدا بالدستور وشايف انه هو افضل من دستور 2012 وصوت بنعم. هل نتجاهل العينه دي من الشعب؟ لا مش هنتجاهل، انا قلت في الاول عايزين رجل رشيد يوفق الناس مع بعضها، لان الشعب منقسم انقسام حاد ما حصلش قبل كده في اي زمن من الازمنه. ما حصلش اي ايه مواصفات الرجل الرشيد اللي حضرتك تتكلم عنه؟ الرجل الرشيد يكون شخصية تقف في المنتصف، يعني لا هي مع الطرف ده ولا هي مع الطرف ده. يقابل ناس من هنا وناس من هنا ووفق الموضوع بحيث يطلع في الآخر بقرارات ترضي الطرفين، وده مش صعب. إن إحنا عايزين نحافظ على بلدنا، إذا كنا من الصف اللي بيقول آه أو الصف اللي بيقول لأ، ده كلنا شعب واحد. لابد إن إحنا في الأول وفي الآخر نقعد ونوقف الدماء ونوقف الحرب، لان ده مش في صالحنا كلنا، لا في صالح الطرف ده ولا صالح الطرف ده في النهايه. شكرا جزيلا لك استاذ فرج، كنت معنا من السعوديه. معنا الان استاذ احمد من الجيزه، تفضل. الحاج احمد. الحاج احمد تفضل. الحاج احمد السلام عليكم. عفوا مش سامع. الحادي احمد. الحادي احمد؟ اه من الجيزه حضرتك. اتفضل. منطقه العرب. أنا امبارح والله فايت على اللجنات، يعني شارع الهرم طبعا كله مقفول. أنا راكب من نصر الدين لغاية كايرو مود، بناخد ساعة ونص في التاكسي، التوقيت طبعا بعيد خالص للعدد الناس، يعني بتعدي على الصوابع حضرتك. طبعا الدستور ده ما ينفعش يبين على حساب الناس المصرية والناس هتموت طبعا فيه. في ناس مصوتة يعني ممكن نقول 20%. الو ايوه اتفضل. تمام. اما المناطق السعوديه يعني يمكن ممكن يجوز التوسع فيها، عشان انا من حفظ سعود ممكن 10% عشان العائلات طبعا والحاجات اللي هي موجوده في الصعيد. ونشكر مستشار رئيس الشرابي طبعا جدا جدا على المعلومات اللي بيقدمها دي، ونشكر الاستاذ رامي جانو وحضراتكم، وكل سنه وانتم طيبين، والشعب المصري طبعا ان شاء الله منصور. وجزاك الله كل خير. شكرا جزيلا لك استاذ الحادي احمد من الهرم. معنا الان استاذ محمد من الشرقيه، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. إيه لو سمحت حضرتك بس تديني فرصه ولو حاجه بسيطه بس، انا اولا عايز ابعت شكر خاص لقناه الجزيره، وانا بشكركم جدا جدا جدا، ويا رب يا رب يا رب يثبتكم على الحق وتكونوا دايما منبر لاهل الحق والخير، ده اولا. ثانيا انا بقول ببعت لاهالي الشهداء وبقول لهم لكم منا كل احترام وتقدير، وانا بحيي كل واحد كل اهالي الشهداء، بقول لهم ارفعوا راسكم جدا. طيب استاذ ان شاء الله باذن. طيب هل شاركت في الاستفتاء؟ على اي حاجه. هل شاركت في الاستفتاء؟ لا طبعا انا ما شاركتش في الاستفتاء، وناس كتير جدا 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 ما شاركوش في الاستفتاء، وانا بقول للاعلام المصري، الاعلام المصري المضلل الكذاب الغشاش، واقول له حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في كل قناه طلعت وضللت وغششت ودلست على الناس. انا كان نفسي التلفزيون المصري امبارح كنت اتمنى ان انا اتفرج على اي قناه، افتح التلفزيون اشغل اي قناه يقول لي نسبه الناس اللي خرجوا قد ايه؟ يعني كان نسبه التلفزيون يجيب لي امبارح يقولوا كم نسبه الناس اللي خرجوا، مش نسبه الناس اللي نازله تأيد بس. كان نفسي يعني لو 600 هو اكيد يعني اللجنه العليا للاستفتاء اكيد هتعلن عن كل التفاصيل دي. لكن التلفزيون المصري امبارح كان مضلل بطريقه رهيبه، كان بيضحك على عقول الناس جدا جدا جدا، يعني قالوا حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في التلفزيون المصري وفي الاعلام المصري، وحسبي الله ونعم الوكيل. طيب عبد الفتاح يا استاذ لا رجاء يا استاذ محمد رجاء، حضرتك ليه ما رحتش تصوت؟ ليه ما اجيتش بصوتي؟ اول شيء انا عندي دستوري، يعني همثلها للمواطن البسيط بالبلدي، لما يكون عندي بيت، لو انا عندي بيت وجي واحد سرقني وطردني من بيتي بالقوه وبالعافيه وطردني بره البيت، وبعد كده يجي يقعد في البيت ويقول لي ايه رايك في الشقه دي؟ ايه رايك في الاوضه دي؟ هنا لون ابيض ولون اسمر. يعني انا عندي دستوري اللي مستفتى عليه، دلوقتي انا امبارح ناس صحابي من اللي هم اللي نزلوا الانتخابات
بيكلموني من قلب لجنه الانتخابات وبيقول لي جوه في بوسترات جوه اللجنه مكتوب عليها نعم للدستور. دستور ايه ده اللي فيه جوه بوسترات بتتكتب عليها نعم للدستور؟ انتوا بتستخفوا بعقول الناس، وناس تدخل امبارح يقولوا لهم نعم نعم، وناس واقفه قدام اللجان. يعني ايه يعني هو في يعني ايه استفتاء بيقول نعم؟ طب استفتاء ازاي؟ يعني ده كده استفتاء ازاي؟ لما انا ادخل واقول نعم يعني كده مفيش استفتاء، يبقى انتوا بتستخفوا بعقول الناس. فين المصداقيه وفين الحريه وفين حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في كل الاعلام المصري، حسبي الله ونعم الوكيل. شكرا جزيلا يعني استاذ محمد من الشرقيه. معنا الان استاذ عبد الرحمن. استاذ عبد الرحمن من الاسماعيليه. ايوه مع حضرتك، السلام عليكم. اتفضل. والله انا عايز اقول لك الصوره والله بمجرده يعني حقيقيه، والله بدون اي رجاء، دون اي اساءه او اهانه لاحد. لا والله، والله انا نزلت بالعربيه والله، لفيت على يعني على اللجان كلها، والله العظيم اللجان خاويه تماما، والله العظيم كل ده بالنسبه لليوم الاول او الثاني؟ اليوم الاول والثاني، والله والله العظيم انا 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 حبيت لنفسي انا اعرف. طيب يا استاذ عبد الرحمن، ما هو يعني في فعلا لجان كانت شهدت اقبال ضعيف، وفي لجان شهدت اقبال كبير. بقول لحضرتك اسماعيليه، بس يعني اسماعيليه صغيره، انا لفيت على قد ما قدرت، بس بيبان النسبه، بيبان السنه اللي هي اللي فاتت اللي كان الاقبال عامل ازاي، والسنه دي عامل ازاي. ما هو في العين برضو يعني في رؤيه يعني للموضوع. طيب لكن هذا لم يؤثر على نتيجه في شيء يا استاذ عبد الرحمن. نعم، هذا لن يؤثر على النتيجة في شيء، في الآخر سيتم إحصاء عدد من صوتوا بنعم ومن صوتوا بلا. وإذا كانت الأغلبية نعم سيتم تنبيه الدستور. أنا حاسس والله عدم نزولي ده، أنا حاسس إن أنا إنسان محترم، ما زلت محترم، ما زلت إنسان محترم، بحترم صوتي وبحترم نفسي وبحترم بلدي وبحترم أسرتي وبحترم ولادي. يبقى الإحترام حتى لابني، ابني ما يبقاش أبوه متغير كل يوم برأيه وكل يوم بحاله. طب أنا إزاي ابني يطلع إزاي محترم لما أبوه مش محترم؟ شكرا يا أستاذ عبد الرحمن من الإسماعيلية، وعذرا على المقاطعة حتى نعطي المجال لبقية المتصلين. معنا أستاذ أحمد من الفيوم، تفضل. أحمد عبد التواب، مصر مكوف في السودان. نعم، السلام عليكم. أحمد عبد التواب من السودان، تفضل. نذكر يا استاذ ساره قناه الجزيره، شكرا، وبنعتذر لنضال قطر عن التصريحات المسيئه اللي ضد القضاء الفاسدين. ورايي بالنسبه طيب استاذ احمد، هل شاركت في الاستفتاء؟ لا، ازاي اشارك في استفتاء الدم؟ الاستفتاء ده يا استاذ ساره ده اتعمل لفئه بس من الشعب، لكن باقي الشعب المطحون الغلبان، باقي الشعب ده ما قالوش اي راي في الدستور. لا لا لا، لا هم لا استشاروا حد في الدستور، لا خدوا راي حد زي ما الدستور الاولاني، لا عملوا لجان متخصصه لفت على النقابات ونقابات العمال والفلاحين، لكن ده عملوا دستور للقضاء الفاسدين بس، دستور للعسكر الفاسدين، حموا الناس اللي هم الفئه المتميزه في مصر، لكن الناس العاديين اللي هم اهل مصر، اللي هم الناس المطحونين، يعني احنا قمنا بالصوره دي عشان احنا مطحونين. شكرا استاذ احمد، لان الوقت داهمنا ونريد يعني ان ناخذ اتصالين ايضا اخرين. معنا الان استاذ عبد الله من الامارات، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. لو سمحت انا بحيي قناه الجزيره تحيه كبيره، وبحيي والله العظيم شيخ خطر، ربنا. هل صوت يا استاذ عبد الله؟ لا، اصوت على ايه؟ اصوت على السرقه اللي سرقنا، ولا اصوت على ايه بالظبط؟ بص حضرتك، انا بس عندي كلمه عايز اوجهها، تمام؟ الشعب دلوقتي قاعد شايف كل التزوير بعينه. احنا هنا في سفاره الامارات كانوا بيبعتوا لنا، حضرتك عارف التصويت بيحصل ازاي، المفروض ان انا بروح اكتب البطاقه بتتكتب وبيتصوت وكل حاجه من غير ما نروح احنا السفاره ولا نعبرها، تمام؟ المفروض انا ليا رقم تسلسلي، انا المفروض ان انا محدش يبقى عارف الرقم ده غيري انا، الرقم بيتعرف وبيتصوت وكل حاجه بتمشي على زي ايام مبارك واوسخ. معايا حضرتك؟ نعم، شكرا استاذ عبد الله، لانه اريد ان اخذ اتصال اخير مع استاذ محمود، تفضل. الو، تفضل. هل صوت في الاستفتاء؟ السلام عليكم الاول. وعليكم السلام. هو حضرتك انت جايبين كل اللي بيقول لا؟ نعم، يعني كل اللي بيقولوا لا جايبين؟
احنا ما بنجاوبش. طيب استاذ محمود، هل يعني حضرتك لما اتصلت حد قال لك هتقول ايه؟ كلامي. طيب اسمعيني اكمل كلامي. اتفضل. انا قاعد بكلمكم بقالي ساعه ونص ومشغول مشغول 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 مشغول. طب الناس بتتصل نعمل ايه طيب؟ ناس كتير بتتصل بينا. انا بتكلم معاكي بكل احترام اهو. اتفضل. انا راجل قلت نعم. انا راجل شفت ديمقراطيه ما حدش شافها. طيب حقك لا ننكره عليك يا استاذ محمود. اكمل حضرتك. انزلوا صوروا في اللجان بدل التصوير اللي بيجي لكم من الجماعه الثانيه. والاستاذ اللي كان بيتكلم قبليه اللي اسمه الاستاذ عبد الرحمن اللي بيقول لك نفسه يبقى محترم ولا هو محترم، كل اللي قال نعم محترم محترمين وناس مثقفين. طيب اذا حي صوت بنعم وهذا حقك وهذا رايك ونحن نقدره. شكرا جزيلا لك استاذ محمود، كنت معنا من القاهره. الى هنا مشاهدينا الكرام نصل الى ختام حلقه قضيه اليوم لهذا اليوم، خصصناها لارائكم و يعني هل اذا كنتم صوتتم في الاستفتاء على التعديلات الدستوريه ام لا او قاطعتم. ونلتقي على راس الساعه في موجز الاهم واخر الاخبار. الى اللقاء.